وفي حادثة دامية شغلت الرأي العام في ديالا، شن مسلحون مجهولون هجوما طال أفراد عائلة واحدة. الهجوم الذي وقع في منطقة منصورية الجبل شمال شرقي المحافظة أوقع 5 ضحايا بينهم 3 منتسبين في الجيش العراقي. والله هم جايين عوائلهم وأطفالهم وياهم يسبحون ويصيدون ويتفسحون، 2 هم منتسبين بإجازاتهم الدورية. بعد ما كملوا الونسة مالتهم يردون يعودون إلى البيت، فرأسا واجهوا مسلحين أطلقوا عليهم النار أكثر من شخص أو شخصين، يعني فما اكتفوا بهذا، برمان وحرقوا السيارة هي والأطفال. تضاربت الأنباء بادي الأمر عن دوافع الهجوم، بعد أن قام المسلحون بإحراق مركبة الضحايا ليفارقوا الحياة على الفور. لكن خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت لاحق أن دوافع الهجوم كانت عشائرية حسب المعلومات الأولية، فيما أعلنت الخلية عن القبض على متهمين 2 بتنفيذ الهجوم. واللي انقتل استشهد أخويا هم عسكري بالتاسع إيدام، فرقة التاسع المدرعة، وعمي داوم بالقوة الجوية هم عسكري. رحنا لقيناهم سيارة محترقة ومضروبين طلقات وحارقينهم، وجريح لقيت ابن أخويا صوب شلته وأخذته وديته البعض إن شاء ربه حولوا البغداد، وجريح 2 هم عندنا جهال هم صغار كانوا وياهم، وبالحادث استشهدوا خوان 2 وعمي وابن أخويا مصطفى وابن أختي. دق الهجوم ناقوس الخطر في المنطقة بعد أن تكررت الحوادث في الآونة الأخيرة لتطال عسكريين ومدنيين على حد سواء. هاي المناطق أصبحت شبه يعني خايفة، يعني تخاف تطلع، قامت للمزارع مالتها لأن ما تعرف تطلع ما ترجع. إرهابيين نايمين بالشوارع، إرهابيين يستهدفون الناس الأبرياء، يعني هاي العائلة راحت للنزاهة يسبحون ورجعوا إذا بهم يعني ناس واقفين على الشارع وقتلهم وحرقهم. ولم يجد سكان منصورية الجبل سبيلا لوقف هذه الهجمات وغيرها سوى دعوة قوات الأمن لتجديد قبضتها في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. وتحصد نزاعات العشائرية أرواح المدنيين بشكل مستمر في مناطق عراقية شتى وسط دعوات لنزع السلاح المنفلت وإرساء حكم القانون.